بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها المتابعون الكرام في هذا الفيديو الجديد على قناتنا، والذي سنتكلم فيه إن شاء الله عن تصميم منازل سعودية. أيها الأحبة الكرام، قبل أن نبدأ في هذا الفيديو، إذا كنتم تشاهدوننا لأول مرة، نطلب منكم جميعا الاشتراك في قناتنا، وذلك بالضغط على زر اشتراك أو سبسكرايب أو صابوني، هذا الزر الأحمر الذي يكون أسفل هذا الفيديو، مع تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد في القناة. وأيضا لا تنسوا دعمنا بالإعجاب ليكون الفيديو يكون أكثر ظهور في اليوتيوب، لأن الفيديوهات التي تكون أكثر إعجابا في اليوتيوب يعني اليوتيوب يظهرها أكثر أو يظهرها أكثر. أيضا أيها الأحبة الكرام، هذه هي صفحتنا في الانستغرام إذا كنتم تريدون المتابعة، أكرم شرفي 5، وهذه صفحتنا في الفيسبوك أكرم شرفي أرشيتكت إذا كنتم تريدون متابعتنا، وفيها كل جديد فيما يتعلق التصاميم أيها الأحبة الكرام. باختصار نبدأ في الفيديو الخاص بنا لهذا اليوم، والذي يخص تصميم منازل سعودية. أنا سأعطي لكم بعض الأمثلة يعني لبعض التصاميم السعودية التي عملناها في مكتبنا، لتأخذوا منها أفكار، يعني تروا يعني طبيعة التصميم السعودي، وهو يعني كل شخص وعنده طلباته. يعني مثلا تجد شخص عنده مساحة كبيرة، يريد مثلا حتى السكن الذي يريد يكون ذا مساحة كبيرة، وآخر تجد مثلا عنده مساحة أيضا كبيرة، يريد السكن ذو مساحة صغيرة. يعني كل شخص وطلبات. أنا أعطي باختصار سأعطي لكم بعض التصاميم التي صممناها سابقا لتأخذوا منها أفكار. مثلا هذا التصميم، والذي هو في أرض 30 في 21، حيث هنا في 3 مداخل، مدخل من هنا جهة النساء، ومدخل من هنا خاص يعني بالضيوف والعائلة، ومن هنا يعني مدخل خاص يعني بالسيارة أو جهة الخدمات الخاصة بالمطبخ أو المستودع. باختصار أيها الأحبة الكرام، هذا هو المدخل الرئيسي. من هنا نجد هنا مجلس رجال منفصل تماما عن الفيلا، مع حمام ومغاسل. يعني مجلس رجال عنده مدخل خاص كما ترون أيها الأحبة الكرام. ثم بعد ذلك ندخل إلى الفيلا، لنجد هنا صالة طعام، هنا مطبخ مفتوح على صالة الطعام، وهنا مستودع. هذه الأمور الثلاثة عندها علاقة مباشرة مع بعضها البعض. أيضا هنا نجد صالة جانبية مطلة على المسبح كما ترون، والحديقة التي تكون في المنزل، وهنا مقابلها يعني سلم معه مصعد، وهنا حمام خاص بالصالة الجانبية. هنا في هذه الجهة نجد مجلس النساء، وهو ذو مساحة كبيرة، المدخل الخاص به من هذه الجهة. هذا هو مجلس النساء أيها الأحبة الكرام، مع يعني حمام خاص به، وهنا غرفة خاصة يا إما خاصة بالوالدين أو خاصة بالخادمة، هي ماستر روم، بإمكانه أن يستعملها يعني صاحب هذا التصميم كما يريد. هي ماستر روم، غرفة واسعة ما شاء الله. إذا كان الوالدين لا يستطيعون يعني الصعود إلى الأعلى أو شيء، بإمكانهم أن يستعملوا هذه الغرفة. الطبق العلوي أيها الأحبة الكرام، في هذا التصميم عملنا هناك أيضا صالة جانبية، أيضا نفس الصالة التي موجودة في الطابق الأرضي هي موجودة في الطابق العلوي، ومطلة على المسبح. أيضا نجد هنا غرفة رئيسية كما ترون، غرفة كبيرة رئيسية، معها غرفة ملابس وحمام، وهنا 3 غرف نوم، كل غرفة يعني غرفة خاصة مع حمام خاص بها كما ترون أيها الأحبة الكرام. هذا يعني التصميم غير مكتمل يعني 100%، هي يعني فكرة مع الزبون لم نكملها إلى الآن. أنا أردت أن أعطيها لكم لتأخذوا منها أفكار، يعني مثلا من ناحية يعني التصميم مجلس الرجال كيف يكون منفصل، من ناحية مثلا العلاقات المباشرة بين المطبخ وصالة الطعام والمستودع، وأيضا المجالس إلى آخر ذلك. بإمكانكم أن تأخذوا هذه الأفكار. أيضا الصالة الجانبية من الأفضل أن تكون دائما مطلة على شيء جميل في الفيلا، لأن الصالة الجانبية هي
الصالة التي سيجلس فيها العائلة ويرتاح فيها صاحب المنزل، الأولاد إلى آخر ذلك. حتى مثلا لو مثلا إذا جلسوا هنا يرون الأولاد يلعبون في هذه الجهة أمام الحديقة أو في جهة المسبح، يعني تكون إطلالة مباشرة كما ترون أيها الأحبة الكرام. أيضا تصميم آخر كما ترون، هذا تصميم آخر بطريقة أخرى في أرض كبيرة من هنا المدخل. هنا يعني صالة مفتوحة في هذه الجهة، وأيضا صالة مفتوحة في هذه الجهة. هنا سلم نصف دائري، هنا يعني صالة أخرى. هو يعني هذه التصاميم نحن لما نصمم نطلب دائما من الزبون ما هي طلباتك، يعني هذه التصاميم على حسب طلبات الزبون. ولذلك نحن نصيحة لكم أيها الأحبة الكرام، إذا كنتم تتابعوننا من داخل السعودية أو من خارج السعودية، دائما أن تعرفوا يعني أولا يعني تعرفوا طلباتكم، ثم بعد ذلك أنكم تجتنبوا التصاميم الجاهزة، لأن الإنترنت يعني كما نقول يعني فيها كثير من آلاف التصاميم الجاهزة في الإنترنت. لكن هل هذا التصميم يناسب رغباتكم، يناسب يعني عاداتكم اليومية؟ هل هذا التصميم يناسبكم أم لا؟ لذلك لما تعرفوا طلباتكم، تعرفوا احتياجاتكم، ثم بعد ذلك تتصلوا بمهندس معماري، يكون هذا المهندس المعماري يعني متميز في العمل، وهذا المكتب يعني متميز في العمل، ولا يعطي لكم يعني تصميم جاهز مباشرة، وإنما يعمل التصاميم وفق ما طلبتموه منه. هنا نجد أن بعد ذلك إذا أكملتم التصميم، أنكم تعملوا تصميم، نجد النتيجة أنها ستكون يعني تصميم يلبي جميع رغباتكم اليومية. كما ترون أيها الأحبة الكرام، هنا صالة الطعام، هنا غرفة، وهنا أيضا مدخل ثانوي من هنا، وهنا مطبخ، وهنا ملحق كما ترون صالة، عفوا، هنا كما ترون، هنا صالة كما ترون أيها الأحبة الكرام، هنا صالة، هنا صالة الطعام، هذا كامل ملحق. أيضا هذا تصميم آخر من هنا المدخل، هنا غرفة استقبال، هنا مجلس نساء، هنا صالة طعام، هنا غرفة، هنا يعني غرفة غسيل، وهنا حمام، وهنا غرفة أخرى. وهذا التصميم يعني فيه واجهتين، واجهة من هنا والواجهة الأخرى من هذه الجهة. هنا نجد مسبح، وهنا يكون مجلس خارجي. هذا هو يعني التصميم إجمالا كما ترون أيها الأحبة الكرام. هذه هي الثلاث مداخل، مدخل خاص بجهة السيارة، مدخل خاص بالسيارات يعني، مدخل خاص بالعائلة أو الضيوف، ومن هنا مدخل خاص بهذا المجلس الخارجي. أيضا تصميم آخر عملناه سابقا في أرض واجهتين، واجهة من هنا وواجهة من هنا. المدخل من هذه الجهة نجد هنا مجلس نساء كما ترون أيها الأحبة الكرام، هنا حمام خاص بمجلس النساء، هنا صالة طعام مع صالة جانبية كما ترون، هنا سلم، وهنا المطبخ، وهنا الأمور خاصة بغرفة الخادمة والمستودع والحمام الخاص بغرفة الخادمة. هنا أيضا صالة جانبية كما قلت لكم سابقا. ماذا يعني من الأفضل ومن المستحسن دائما أن الصالة الجانبية تكون دائما مطلة على حديقة أو مطلة على مسبح، لكي تعطي إطلالة جميلة جدا. هنا أيضا غرفة ماستر روم مع حمام، وهنا مدخل خاص بالرجال في هذه الجهة. لما نصعد إلى الطابق العلوي لنجد هنا صالة جانبية أيضا مطلة على الحديقة من هنا،
نجد غرفتي نوم مع حمام مشترك، أيضا غرفتي نوم هنا مع حمام مشترك، وهنا نجد مطبخ صغير كما ترون أيها الأحبة الكرام، وأيضا هنا نجد غرفة ماستر روم كما ترون، فيها يعني مكان يعني خزانة حائطية، فيها حمام، فيها جلسة، فيها مكان للاستراحة أو النوم إلى آخر ذلك أيها الأحبة الكرام. باختصار أيها الأحبة الكرام، هذا هو يعني ما أردت أن أوضحه لكم في هذا الفيديو على عجالة. فقط اجتنبوا التصاميم الجاهزة، تعرفوا على طلباتكم أيها الأحبة الكرام، نصيحة باجتناب التصاميم الجاهزة التي لا تلبي رغباتكم. وأيضا أيها الأحبة الكرام، إذا أردتم أن نصمم لكم بإمكانكم التواصل معنا عبر الواتساب زيد 213-669-34-63-06، أيضا هذا هو الإيميل، هذا الرقم الهاتف، صفحتنا في الفيسبوك، الانستغرام وتويتر أكرم شرفي 5. بإمكانكم التواصل معنا، وقد صممنا العديد من السعوديين كما رأيتم التصميم قبل قليل، التصميم الذي صممناه قبل قليل. وأيضا هذه بعض الصور الخاصة بال3D كما ترونها الآن أيها الأحبة الكرام. إذا أردتم أن نصمم لكم 3D أو ديكور داخلي أو تصاميم داخلية، مرحبا بكم أيها المشاهدون الكرام في مكتبنا، ونصمم لكم عن بعد ويصلكم التصميم وأنتم في مكانكم. فقط راسلونا، وبالتوفيق لنا ولكم أيها الأحبة الكرام. وإلى فيديو قادم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.